تحدي جديد يطرحه الرئيس الروسي أمام الغرب بالمصادقة على معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وكوريا الشمالية والموقعة في بيونغ يانغ في يونيو الماضي، وأخطر بنودها هو التعهد بتقديم المساعدات العسكرية إذا تعرض أحد أطرافها لهجوم أو حالة حرب من قبل أي جهة خارجية. نعرف أن علاقات روسيا مع كوريا الشمالية علاقات متينة سابقا، والآن طبعا تعززها بهذه الاتفاقيات أو اتفاقيات الشراكة، وهذه رسالة إلى الغرب لا شك على أنه لدى روسيا حلفاء أقوياء، وطبعا كوريا الشمالية دولة نووية ومصنعة للسلاح ولديها أسلحة طبعا نوعية ربما ورادعة حقيقة، فأعتقد هذه رسالة للغرب و أيضا رسالة لكوريا الجنوبية ورسالة لليابان التي تفتح يعني ذراعيها للقواعد الأمريكية والتي تهدد الأمن الاستراتيجي لروسيا، وحذرت روسيا من ذلك لا شك. إعلان المصادقة جاء تزامنا مع اتهام الرئيس الأوكراني كوريا الشمالية بتزويد الجيش الروسي بجنود للقتال في أوكرانيا، وهو الأمر الذي نفاه الكرملين ووصفه بالأخبار الكاذبة. أعتقد هذا من باب الدعاية للتقليل من هيبة روسيا وللقول بأن روسيا لم يبقى لديها جنود تحارب بهم على الجبهة. لا، لدى روسيا أكثر من 2 مليون جندي عدد جيشها، فلا تحتاج لطبعا كوريا الشمالية ولا لإيران ولا للصين على الإطلاق، هي تستطيع أن تحارب بنفسها، ولكن كما قلت هذا من باب الدعاية لا أكثر، ولا يوجد أي أدلة على ذلك. عدا ذلك لو جاء الكوريون الشماليون ليحاربوا مع روسيا فيحتاجون إلى اللغة الروسية أو لغة مشتركة، وهذا ليس لديهم. اتفاقية الشراكة الاستراتيجية غير محدودة المدة والتي تتضمن تعاونات على مختلف الأصعدة تنسف العقوبات الدولية المفروضة على كل من موسكو وبيونغ يانغ، وبالتالي قد تؤدي إلى تأجيج التوترات والاقتراب من صراعات جديدة على مستوى العالم. معاهدة روسيا وكوريا الشمالية تدخل حيز التنفيذ فور المصادقة عليها لتحقق مطالب الدولتين المتشابهتين في ظروفهما الداخلية، سواء على مستوى النزاعات مع دول الجوار أو على المستوى الاقتصادي من خلال العقوبات المفروضة عليهما. مرام حمصي، اليوم، موسكو.